السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع عمر دايزر. ايه الاخبار يا جماعه؟ ان شاء الله جميعا بخير. ولما تفكر في فلاج شيب في عالم اندرويد، بتفكر في فلاج شيب جديد، ما بيجيش في بالك اول حاجه شاومي. في شركات تانية بتيجي في بالك اكتر، او على انا عن نفسي بفكر في كده. طبعا شاومي عندها فلاج شيبس قويه على مدار السنين، لكن شاومي مركزه اكتر في جانب موبايلات اللي بتديك قيمه اكتر، او الفلاج شيب كيلرز وما اعرفش ايه، لكن مش اللي هو بقى اعلى حاجه في كل حاجه وفلاج شيب ينافس الفلاج شيبس وكده. ولكن شاومي بقى عايزه تغير الفكره دي تماما النهارده، عشان النهارده كان في مؤتمر كبير جدا من شاومي، وبقى لنا فتره بنسمع عنه تسريبات وتلميحات وحاجات زي كده. النهارده بقى كان مؤتمر، انا اتفرجت عليه كامل. مؤتمر فعلا طويل جدا وفي حاجات كتير محتاجين نتكلم عليه. والغريب في الامر، المؤتمر طويل جدا لدرجه ان هو اتقسم حتى المؤتمر تاني لسه هيتعمل بعد كده، بس المؤتمر ده اوريدي فيه حاجات كتير جدا محتاجين نتكلم عليها النهارده، وفي اخبار تانية بس اذا لحقنا، عشان اوريدي الفيديو غالبه هيكون على شاومي. فاذا انت متحمس تعرف جديد من شاومي، اكيد ما تنساش لايك عنيف، وريت كمان تشترك في القناه، شغل جرس التنبيهات عشان نعرف كل الاخبار الجديده اول باول. لو قلبت كده في فيديوهات الاخبار الفتره اللي فاتت، هتلاقي ان شاومي مسيطره على الاخبار، عشان شاومي فعليا عامله مجهود وعامله شغل قوي جدا الفتره الاخيره، وده انعكس على المبيعات بتاعتهم وفعليا الارباح والارقام، وده كلام قالوه في المؤتمر النهارده. ولكن شاومي بقى كمان عايزه تزق لاعلى من كده، مش عايزه ان احنا بتعمل موبايلات بتنافس وبتاع، لا عايز تعمل موبايلات اللي احنا عندنا احسن موبايلات موجوده في السوق. شاومي عايزه تقلب الترابيزه كده من ناحيه الفلاج شيبس، عايز تقول ان احنا بنعمل اقوى حاجه. شوف، في المؤتمر النهارده شاومي اعلنت فعليا عن ثلاث موبايلات ومجموعه ثانيه من المنتجات اللي برضه تعتبر حماسيه جدا. الثلاث موبايلات من عائله المي 11. احنا شفنا المي 11 لوحده قبل كده، موبايل لطيف بحد ذاته، فلاج شيب، مواصفات كويسه وسعر كويس جدا. دلوقتي بقى عندك المي 11 برو، المي 11 الترا، ده اللي يعتبر حاجه فتاكه جدا زي ما تسمعوا بعد شويه، والمي 11 لايت اللي برضه يعتبر مميز جدا في كتير من الحاجات زي ما نحكي. كل واحد من دول بصراحه ليه مكان معين كده في السوق. اوكي، خلينا نبدا مع المي 11 برو، واللي شاومي على فكره في المؤتمر بتسميه كينج اوف اندرويد، ده يعرفك كده اتجاههم في الايفنت نفسه عامل ازاي. من النظره الاولى صعبه بصراحه تفرق ما بين المي 11 برو والمي 11 عادي، الاثنين واخدين نفس اتجاه التصميم بالظبط، نفس المنظر، لكن في شويه فروقات برضو اساسيه. شاشه البرو زي شاشه العادي 6.8 انش اموليد كواد اتش دي بلس، ريفرش ريت 120 هرتز، وتدعم كمان الدولبي فيجن. الشاشه دي على فكره كواد كيرفد، يعني في كيرفين من الجناب وكيرفين كمان من فوق وتحت كده على الخفيف. الازاز هنا جوريلا جلاس فيكتس، احدث نوع، بتحمل صدمات من ارتفاعات عاليه، والناس اللي بتستخدم سكرين بروتكتور الموبايل اوريدي بيجي عليه سكرين بروتكتور مغطيه برضو الاربع انحناءات، دي حاجه لطيفه. عندك فتحه صغيره للكاميرا الاماميه هنا في الشاشه، وعامه شكل الموبايل اكيد كول. اضاءه الشاشه هنا على فكره كمان 1500 نتس، وتش حاجه ممتازه جدا. وعندك طبعا سماعات ستيريو تيوند باي هارمان كاردون، شيء حاجه اكيد عايز اجربها جدا. المواصفات الداخليه للبرو هي نفسها ال11 العادي، وطبعا اعلى حاجه تعتبر السناب دراجون 380، الرام معاك لحد 12 جيجا من النوع السريع، وذاكره داخليه لحد 256 او 512 مش متاكد، وبرده من نوع يو اف اس 3.1. بس البرو بيجي مع نظام تبريد احسن، وشاومي ركزت عليه في المؤتمر، بتقول ان في فيبر تشامبر 150 ملي جوه، وفي كابر هيت سينكس، وفي حاجات كتير عشان البروسيسور ده مش هيسخن منك اطلاقا. بس اول الفروقات الاساسيه فعليا ما بين البرو والمش برو هي الكاميرا. نسخه المي 11 العادي كان بيجي مع كاميرا اساسيه 108 ميجا بكسل من الجيل القديم اللي شفناه قبل كده على موبايلات ثانيه، كان بيجي معاها كاميرا الترا وايد وكاميرا ماكرو. انسى بس السيستم ده خالص، دلوقتي عندنا سيستم مختلف تماما في البرو، بدايه مع كاميرا اساسيه اللي تعتبر جيل جديد تماما مع كاميرا سامسونج الجديده او سنسور الجديد ال 50 ميجا بكسل اللي هو جين 2، ده اشتغلت عليه سامسونج بالتعاون مع شاومي عشان يطلعوا لنا هذا السنسور العملاق. ده حاليا فعليا اكبر سنسور لكاميرا يتحط في اي موبايل في العالم، حجم السنسور هنا 1/1.2، ده رقم مجنون، يعني اولموست يكاد يكون 1 انش. في مسميات جديده كده كمان هتسمعها مع البيكسل الجديد ده، حاجه اسمها ديوال بيكسل برو اوتو فوكس، ده بيقسم البيكسلز كده عشان تعمل فوكس للحاجات اللي تحت واليمين وفوق، المهم اوتو فوكس احسن واسرع. في حاجه اسمها ستاجر اتش دي ار، برضه ده بيحسن اتش دي ار جدا. في حاجات فيها اسمها ايزو فيوجن، كل الحاجات دي عشان تديك نظام تصوير مختلف عن الجيل اللي فات من السنسورز اللي شفناها كتير من سامسونج. طبعا عندك هنا او اي اس او مانع اهتزاز بصري، وعندك طبعا تصوير 8K موجود، وخلي بالك حجم السنسور هنا اكبر من حجم السنسور ال 108 الموجود في المي 11 العادي، وعدد الميجا بيكسلز اكتر، لكن
يمكن حجم السنسور نفسه اكبر وبالتالي حجم البيكسلز نفسها كمان اكبر، ودي حاجه هتساعد في التصوير في درجه منخفضه من قبل حتى كمان البيكسل بيننج اللي هو تجميع اربع بيكسلات او ثمانية او غيره مع بعض عشان يكبر البيكسلز. فهنا البيكسل نفسها اوريدي اكبر. كاميرا الالترا وايد 13 ميجا بيكسل اتنقلت نفسها من ال11 لل11 برو هي هيها، ولكن اتلغت الماكرو واتحط بدلها كاميرا 8 ميجا بيكسل بيريسكوب عشان تديك 5 اكس اوبتيكال زوم حقيقي وتوصل معاك ارقام بعيده جدا، وعندك فيه كمان او اي اس. فنظام الكاميرات في ال11 كارقام نقول عليه اكيد كويس، ولكن في ال11 برو نقول اوكي واو انا عايز اجرب الحاجات الجديده دي، خصوصا السنسور ال50 ده عايز اجربه بسرعه جدا، فاكيد هنا في حاجات جديده مشناش قبل كده اطلاقا، دي حاجه ممتازه. الفرق الاساسي الثاني في صالح البرو هنا هو البطاريه والشحن. البطارية نفسها حجمها ما كبرش للدرجة عن الليفل العادي، كانت 4600 بقت 5000، قفزة لطيفة، ولكن البطارية نفسها تعتبر مختلفة تماما كطريقة تصنيع. هنا البطارية بتستخدم حاجة جديدة جدا اسمها سيليكون اوكسجين انود، ده بيديها يعني كثافة اكتر في انها يكون فيها طاقة اكتر في نفس الحجم الرفيع، وتتشحن كمان بطريقة اسرع وامن. التكنولوجيا دي شاومي واخدها من بطاريات السيارات، دي اول زقة نشوفها باختلاف انواع او تصنيع البطاريه نفسها بقالنا فتره طويله. طيب ايه الميزه اللي هتاخدها مع بطاريه زي دي؟ اولا الفرق في الحجم ده ما زودش السمك حاجه كتير، زودوا بس ملالي رفيعه جدا، ولكن سرعه الشحن هنا مجنونه في الموبايل ده. الموبايل ده بيستخدم شاحن 67 وات وايرد وايرلس، الاثنين بيدوك نفس سرعه الشحن بالظبط اللي هي 36 دقيقه، وشاومي عمل الكلام ده عرضته على المسرح. دي اول مره على حد علمي نشوف شاحن وايرد وشاحن وايرلس نفس الوات والاثنين بيشحنوا في نفس الوقت بالظبط. الكلام ده اكيد مش موجود على المي 11 العادي اللي بيجي مع شاحن برضو محترم 50 او 55 مش فاكر، لكن بيشحن في وقت اطول، والوايرلس فيه بيدخل على تقريبا ساعه عشان تشحن البطاريه فول. هنا 36 دقيقه وايرلس 36 دقيقه. طبعا الشاحن الوايرلس ما بيجيش يعني في العلبه انت لازم تشتريه، ولكن السؤال الاهم هنا هل الشاحن ال 67 العادي بيجي في العلبه ولا لا؟ والاجابه نفس ما عملت شاومي قبل كده، حركه لطيفه جدا. عندك البوكس موجود باختيارك، تقدر تاخد الباكج اللي هي صديقه للبيئه من غير الشاحن ولا السلك اذا عندك شاحن قديم، او تطلب كمان معاها الشاحن وتاخده ببلاش مع الباكج دي اللي هو 67 وات. دي حركه ممتازه للاختيار، معرفش بقى عندنا في المنطقه العربيه هيعملوها ازاي، لكن كويس ان شاومي عامله كده اساسا كشركه نفسها. يعني شاومي على فكره كمان عرضت شاحن زي ستاند كده كمان سرعته 80 وات وايرلس، بيجي معاه باور بريك 120 وات توصل بيه، ده برضو لو انت عايز تاخد الموضوع كمان اعلى واعلى، ففي جنان هنا في الشحن. وعلى فكره المي 11 برو هو اول موبايل من شاومي في التاريخ يجي مع اي بي 68 اخيرا، دي حاجه ممتازه جدا، وجابوا واحد غطس بيه وحاجات زي كده، دي حاجه كويسه جدا، خطوه ممتازه من شاومي، بتاخد الموضوع برده الليفل اعلى عشان تنافس الفئه العاليه. والمهم طبعا هنا هو السعر، كل الحاجات القويه المتكامله جدا دي السعر كام؟ تحويلا من العمله الصينيه عشان لسه مفيش سعر بالدولار حاليا، سعر الموبايل هيبدا من $750 which is على المواصفات دي سعر بصراحه خطير، وبيضرب مثلا شركات زي الوان بلس. ايه اللي يخلي حد يجيب الوان بلس 9 برو مثلا في ظل وجود موبايل زي ده؟ فاكيد ده موبايل تنافسي وشرس جدا من شاومي، لكن لسه مش هو ده اكتر حاجه حماسيه في الايفنت. عشان اكتر حاجه حماسيه اكيد هي المي 11 الترا، ده بقى قمه ما توصلت اليه شاومي عشان تعلن فعلا ده الموبايل الالتيميت اللي هيكسح كل موبايلات اندرويد، ده كلامهم فعلا في المؤتمر واللي هيعلي على كل حاجه بقى في السوق. بدايه الالترا هيتوفر في الاسواق العالميه، دي اكيد بدايه كويسه. كتصميم الجهاز زي ما شفنا في التسريبات قبل كده بالظبط، الظهر هنا مصنوع من السيراميك، دي ماده نادرا ما بنشوفها، اقوى من الازاز، اشيك وملمسها مختلف، في نفس الوقت بتسمح بالوايرلس تشارجنج. اكتر علامه مميزه بصراحه في شكل الالترا هنا وحجم الكاميرات اللي في الظهر، اللي تحس الموبايل كانه شايل شنطه على ظهره فعليا، كبيره جدا جدا ومش بتحاول تستخبى، يعني هي شكلها فعلا عملاق، والبروز واسع جدا. في حتى في حد من شاومي كان حاطط فيديو وهو معلق الموبايل فعليا على المونيتور بتاعه بالحرف بتاع الكاميرا نفسها، بس على الاقل انا اقول ان في اسباب منطقيه ان شاومي عامله المساحه ضد الجزء بتاع الكاميرا بهذا الحجم، عشان فعلا هناك نظام كاميرات متوحش، وفي كمان شاشه اضافيه غير الشاشه الاساسيه موجوده جنب الكاميرات، الشاشه دي 1 انش. طيب خلينا نبدا مع الكاميرات مع الالترا، عشان فعلا دي اكتر حاجه شاومي ركزت عليها، وفعلا دي حاجه مميزه جدا في الموبايل ده. بدايه مع الكاميرا الاساسيه اللي هي نفسها الجين 2 ال 50 ميجا بكسل، نفس الموجوده في البرو. طبعا نفس حجم السنسور العظيم 1 اوفر 1.12، وشيل بقى الكاميرا الثمانية البريسكوب هنا وحط مكانها كاميرا 48 بريسكوب، دي هتديك 5 اكس
اوبتيكال زوم حقيقي في امان اهتزاز بصري، بتوصلك كمان ل 120 اكس هايبريد اذا عايز 120 اكس زوم، وشيل كمان كاميرا 13 ميجا بكسل الالترا وايد في البرو، وحط كاميرا برضو 48 ميجا بكسل الالترا وايد مع فيو عريض جدا 12 ملي 128 درجه، دي زاويه عريضه جدا جدا، وانا متحمس للكاميرا دي. فكده انت عندك 50 48 48، عندك حاجه كمان اسمها دي تي او اف سنسور تقريبا ليزر للاوتو فوكس، ده بيديك 64 نقطه للاوتو فوكس فعليا المفروض عن طريق ليزر سريع جدا. عندك الاو اس كمان 4 اكسس فمتطور، عندك سلو موشن 1920 فريم في الثانيه هيكون بطيء جدا. الكاميرا هنا تبدو انها فظيعه بصراحه. كاميرا الالترا وايد كمان تقدر تستخدمها ككاميرا ماكرو وكمان فيها اوتو فوكس، دي حاجات ممتازه. انا بحب استخدم الالترا وايد كماكرو، بتطلع نتائج احسن بمراحل. الثلاث كاميرات كمان يقدر يصوروا 8K، اظن دي حاجه جديده على احنا نشوفها في بيريسكوب، تقريبا ما شفناش بيريسكوب يقدر يصور 8K، وعلى فكره بيريسكوب 48 ده يعتبر برضه رقم كبير جدا، اظن مش شفناهوش قبل كده. طيب ايه تاني كمان قوي في الالترا؟ زي ما قلنا الظهر هنا سيراميك، الازاز الامامي فيكتس، الشاشه الصغيره اللي في الظهر بقى اللي جنب الكاميرا دي تقدر تستخدمها في كذا حاجه، ممكن ترد منها على المكالمات لو عايز، تستخدم سبيكر مثلا اظن، تقدر تشوف فيها نسبه البطاريه ودي حركه لطيفه، تقدر تخليها فيها اولويز اون ديسبلاي، او طبعا الاستخدام الاساسي انك تستخدمها ككاميرا سيلفي وتاخد فعليا سيلفي بالكاميرا ال 50 ميجا بكسل الجديده، دي هتكون تجربه لطيفه. بالنسبه للشاشه فتعتبر قريبه برده من البرو، 6.8 انش، كواد اتش دي بلس اموليد، 120 هرتز تاتش سامبلينج، 480 اتش دي ار 10 10 بيت كلر، والاضاءه هنا بتوصل ل 1700 نتس، احلى كمان من البرو. عندك كمان اكيد سناب دراجون 380 12 جيجا رام، ذاكره داخليه 256، ونظام تبريد ثلاثي اللي فيه فيبر تشامبر والنحاس وكل الحاجات اللطيفه دي، وطبعا برده IP68. في فرق كمان هنا جديد في البطاريه والشحن، او مش جديد يعني، تعتبر نفس البرو 5000 ملي امبير 76 67 وات، وايرد وايرلس برضه 36 دقيقة، ونفس التكنولوجيا الجديدة في البطارية. عندك برضه سماعات ستيريو من فوق ومن تحت، مش في سماعات المكالمات نفسها، من فوق ومن تحت ليهم فتحات في الفريم، برضه تيوند باي هارمان كاردون، فمش ناقصك أي حاجة فعليا. ابتديت أقول لكم على فكرة إن الشاشة اللي في الظهر دي أوليد وضغطها 450 نتس وريزولوشن فيها 126 في 294، اظن هتكون حركه لطيفه جديده، معرفش تكون جامد ولا لا، بس اظن في السيرفيس فعلا هتكون حاجه كويسه. ونيجي بقى للمهم وهو السعر وتحويله من العمله الصينيه، الالترا هيتوفر بدايه من سعر 915 دولار. ومش رخيص ولكن سعر رهيب على جهاز بهذه المواصفات، وبرضه ارخص من غالب الفلاج شيبس الموجوده في السوق اللي بتيجي مع مواصفات اقل من هذه الارقام. طبعا الموبايلات محتاجه تجربه ومحتاجين نشوف فعليا الاداء الحقيقي وكاميرات وما الى ذلك، بس كارقام لوحديه كده الموضوع مبهر جدا من شاومي. خليني احكيلكم سريعا جدا على الموبايل الثالث اللي اعلنت عنه شاومي، وهو المي 11 لايت. ده موبايل برده شايفه لطيف جدا وهيتوفر برده عالميا، وده اول موبايل في العالم نسخه ال 5G منه، تيجي اول موبايل في العالم مع سناب دراجون 780 جي ال 5 نانومتر الجديد من كوالكوم، بروسيسور كويس جدا. الموبايل ده برضه مش ناقصه اي حاجه، شاشه اموليد برضه 10 بيت كلر 90 هرتز 800 نتس 6.5 انش فول اتش دي بلس غوريلا جلاس 6، كاميرا اساسيه 64، كاميرا الترا وايد 8، ماكرو 5، كاميرا سيلفي 20 ميجا، البطاريه هنا كمان 4250 ملي مع شحن سريع 33، موبايل لطيف جدا. السعر كمان ممكن يكون لطيف، مش معروف بالدولار دلوقتي ولكن باليورو حوالي 370 يورو، which is على المواصفات دي برضو مش سيء اطلاقا. في حاجه كمان عجبتني جدا من شاومي اعلنت عنها بعد الموبايلات وهو شاحن. المفروض ان فعليا ده الحلم الحقيقي للاير باور بتاعت ابل، شاحن وايرلس عباره عن مخده كبيره جدا كده، يعني شفنا واحده من سامسونج قبل كده لكن كان فيها اماكن معينه شويه وكان الشحن فيها بطيء. دي بقى لا، دي تنفيذ فكره ابل بالظبط ولكن من شاومي. ابل طبعا ما عملتش الاير باور، دي اعتبرها اير باور من شاومي مع 19 كويل، 19 ملف للشحن اللاسلكي، فليه تقدر تحط موبايلك في اي مكان عليها، تقدر تشحن 3 اجهزه في نفس الوقت. مش بس كده، دي بتشحن الجهاز الواحد بقوه 20 واط، يعني عندك 60 واط اجمالي، 20 20 20 ده اكتر من اللي بيتحمله اي موبايل طبيعي يعني غير ال 67 والحاجات دي. دي حاجه ممتازه جدا، ده اختراع انا ان شاء الله لازم اشتريه، وسعرها حوالي 90 دولار which is مش كتير. شاومي بتقول انها بقى لها سنتين بتحاول في هذا المشروع عشان موضوع الحراره وكده لكن حلته، اكيد في مروحه لكن بتقول ان صوتها صامت مش هيضايقك. شاومي عملت شغل جامد النهارده، ولسه المفروض المؤتمر ده ما خلصش على كده، قالوا ده لسه في مؤتمر تاني بكره عشان يتكلموا بقى فيه على المي ميكس
والليكويد لينز بقى والحاجات اللي سمعنا عنها الفتره اللي فاتت. بس عامه اللي سمعناه دي موبايلات حقيقيه هتنزل السوق. الالترا رهيب، البرو رهيب، اظن البرو مش هيتوفر في العالم، لكن الالترا هيتوفر والاي هيتوفر، والشواحن خطيره جدا. انا معجب بالعمليه شاومي النهارده فعليا، متحمس اجرب الحاجات دي جدا. حابب اسمع كده رايكم في هذا الكلام الكتير اللي قلناه. ايه اكتر حاجه عجبتكم في المؤتمر؟ اكتبوا لي رايكم في التعليقات. بس عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك عنيف، تشتركوا في القناه، تشغلوا جرس التنبيهات عشان نعرف كل فيديوهات جديده اول باول. ريت كمان تابعوني على انستغرام، فيسبوك، تويتر، او كده تحت الفيديو. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.